السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا اليكم مع الجديد العاجل والغير المتوقع على المحترفين المغاربه. بدايه من شنو واقع مع لاعبي المنتخب الوطني المغربي، وكذلك موضوع تجنيس لاعبي المغاربه باش يلعبوا في المنتخب القطري. المهم باش ما نطولش عليكم في المقدمه، ندخل مباشره في العمل. والبدايه بغيت تكون مع واحد الخبر غريب بل وصادم جدا وغير متوقع بتاتا البتة، وانا متاكد اي واحد سمعوه في الاول غادي يكون استغرب بزاف، واللي هو انتقال إلياس حسني لاعب نادي باريس سان جيرمان الى السد القطري. نعم السد القطري كيفاش دار ليها الله اعلم. السيد كنا كنسينوه باش يلعب مع الفريق الاول للنادي الباريزي، او على الاقل ينتقل شي نادي متوسط على سبيل الاعاره مثلا، باش يزيد يطور الامكانيات ديالو ويحتك اكثر مع اللاعبين و الى اخره. الا انه للاسف خدا مشاريع ومشى لنادي السد، علما انه يلا قفل 18 سنه وكان من بين افضل اللاعبين في اكاديميه النادي الباريزي، وخساره شحال هدرنا عليه وتوسمنا فيه خيرا. وبين قوسين اللي غادي يقول لي راه الياس حسني مشى معاهم غير موسم واحد فقط، فراه خاصو يعرف انه كانت عنده عروض من انديه فرنسي والمانيا، ومع ذلك فضل ينتقل الى الدوري القطري، والسبب اكيد غادي يكون هو الماني العرض المالي اللي كان ضخم، لذلك قبل ليك الخليج على اوروبا. يعني اللي بغى نوصل لكم وهو اللاعب اللي كيفكر في الماده اكثر من مصاري الاحترافي، فمن الاخر ما تسايم من والو، لانه بانتقاله للخليج اوتوماتيكي الاسهم ديالو غادي تنزل، وحتى المستوى ديالو ما غاديش يتطور اكيد، في حين ان المنطق كيقول بان السن ديالو اللي فيه هو حاليا ديال تطوير امكانياتي ومؤهلاتي وما الى ذلك. ولكن الموضوع المهم وهو هذا البلان غالبا غادي يكون داخل فيه التجنيس، لاننا عارفين قطر دايرين مشروع ديال تجنيس اللاعبين، والمصيبه وهما حاطين لك اللاعبين ذو الاصول المغربيه في قمه اللائحه، يعني الاولويه ديالهم كيقلبوا لك على اللاعبين المغاربه المزدوجي الجنسيه، ومن بعد كيغريوهم ماليا باش يجنسوهم ويلعبوا للمنتخب القطري. واللي لاحظ شخصيا وهو الاعلام القطري ما كيهضرش على هذا الموضوع نهائيا، خدامين عليه صمون بوكمون تحت الطاوله بحيث ما بغاوش يلفتوا الانظار عليهم. وهذا الموضوع ديال تجنيس اللاعبين المغاربه راه خطير وخطير جدا، خاصنا لابد نتصداو ليه منذ البدايه. اما حتى خرج على السيطره غادي يولي بحال شي سرطان، وديك الساعه غادي يولي صعب جدا سيطر على الوضع، وكنظن بان الميساج راه واضح وباين. اما عن اشرف حكيمي فاليوم قدم مباراه رائعه جدا ضد نادي السابق بروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا، ونفس الكلام اللي قلناه سابقا في تحليل تحركات حكيمي في المباراه الماضيه هو اللي كينطبق ايضا على هذه المباراه، بحيث ديما كنشوفوا ديك الثنائيه والاندو بينو بين الفرنسي ديمبيلي عثمان، زائد هذا الاخر هو اللي كينشط لك الطرف الايمن، واشرف ديما كيدخل للعمق داخل منطقه الجزاء، وهذا طبعا بل هو اكيد توظيف ديال المدرب لويس انريكي اللي تقنوا بالملي المغربي حكيمي اشرف. المهم الشوط الاول كما شفنا كان وان سايد جيم، الباري حكمت اللعب وسيطرات لك على المباراه طولا وعرضا، وكان خاصه غير الهدف، وكان بامكان اشرف يماركي في واحد اللقطه لولا الحظ، او بما لا اصح التركيز اكثر. المهم في الشوط الثاني كيتاكد الكلام اللي قلنا فيه العديد والعديد من المرات بانه كاين تفاهم وتناغم بين حكيمي وديمبلي، وهذه المره ترجم ايجابا في الدقائق الاولى من الميطا الثاني بواحد الاندو اللي كان بيناتهم على الطرف الايمن، اللي من بعد ديمبلي لعب لك العرض ديال امبابي اللي جات منها ضربه جزاء، وطبعا كان سجلها الفرنسي كيليان. ولكن الاجمل وهو الهدف ديال حكيمي اللي كالعاده كيدخل لك للعمق وكيخلي الطرف الايمن لديمبلي عثمان، وهنا عندنا فيتينا اللي هو الاخر ايضا كيتفاهم لك بزاف مع حكيمي لانه ماشي لاتيني. المهم كيلعب لك الكره بالكعب للمغربي اشرف، ومن اللمسه الاولى حكيمي كيلعب لك الباس لنفس اللاعب مع التحرك مباشره اللي داخل منطقه الجزاء، ثم مره اخرى كيتوصل بالكره من لاعب فيتينيا، وشوفوا معايا مهاره حكيمي اللي مهلك على انه غادي يسدد، ثم كيكروشي وكيصيفط لك المدافع بحالاته، وبخارج القدم بوم 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 جول اللي جاب به هدف الثاني. وصراحه برافو 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 لحكيمي اشرف، وقلت لكم سابقا قبل بدايه الموسم بانكم غادي تشوفوا احسن نسخه لاشرف مع الباري في حضره المدرب الاسباني لويس انريكي. ايضا غادي تكونوا لاحظتوا واحد الحاجه منذ بدايه الموسم، ديك النقابه ما بقاش على حكيمي نهائيا بمغادره اللاتينيين ميسي ودي ماريا ونيمار، وبذلك اشرف اصبح متحرك واكثر ديناميكيه وفعاليه، ولن ابالغ بان حكيمي هو المحور ديال بناء الهجمات لنادي باريس سان جيرمان على الطرف الايمن. المهم باختصار اشرف حكيمي اللهم بارك وزيد في ذلك قدم مباراه في المستوى، اما التقييم ديالو غادي نخليه لكم في اول تعليق. ودابا ندوزوا لواحد الخبر مفرح جدا على اوناحي عز الدين اللي كيقول بان المدرب مارسيلينو غارسيا تورال صافي غادي يقدم الاستقاله ديالو باش يغادر نادي مارسيليا، بعد الانتقادات اللي تعرض ليها لا من انصار الفريق او حتى من اداره النادي بسبب سوء النتائج. بل اكثر من هذا المدرب مارسيلينو ابلغ لاعبي الفريق بانه صافي غادي يغادر النادي، ولكن حد الان في هذه الوقيته اللي كندير فيها هذا الفيديو مازال اداره مارسيليا ما قبلوش استقاله المدرب مارسيلينو بشكل رسمي، يعني يمكن لنا نقولوا بان مغادره هذا المدرب هي مساله وقت ليس الا، وهذا الشيء اكيد طبعا غادي يكون في صالح النحل عز الدين اوناحي اللي كنتمنى صادقا هذه المره ما يطراليش بحال البلان اللي طرا لي سابقا، بحيث لبقيتو عاقلين في ايام المدرب ايغور تودور فرحنا بزاف فاش تمت الاقاله ديالو، لانه ايضا كان كيعتمد لك على خطه 4 4 2 اللي كيتجال فيها اوناحي عز الدين، وكاع لا لعبوا كيلعبوا لك كجناح. المهم باش ما نطولوش في قصه اوناحي لاننا عارفينها بالتفصيل، زائد من الموسم الماضي شخصيا وانا كنهضر على هذا الموضوع باستمرار قبل ما تفجر هذه القضيه اساسا، ولكن اللي كنتمناه وهو فعلا تم
إقالة هذا المدرب في أقرب وقت ممكن، ما تعي المدرب اللي كيفهم في كرة ويوظف لينا ونحي في المكان الصح. أما بالنسبة للدولي المغربي الآخر أمر رابط سفيان، فاليوم المدرب إريك تن هاغ لنا على قائمة اللاعبين اللي غادي يشاركوا في مباراة الغد ضد بايرن ميونخ، وهذه القائمة ما كانش فيها المغربي أمر رابط نهائيا، والسبب أكيد راه معروف وهو مازال ما رجعش الجاهزية ديالو بالكامل، وحاليا سفيان كيتدرب بشكل منفرد وقريب إن شاء الله غادي يرجع للتدريب الجماعي، وبين قوسين باقين غادي يرجعوا مع أمر رابط بعد لحظات قليلة جدا. أما النصر مزراوي في الأخبار اللي جاية من ألمانيا كتقول أو كتوقع بأن المدرب توماس توخيل، ودابا ندوزو لباقي الأخبار اللي عندنا بداية من النصر مزراوي، وللأخبار اللي جاية من ألمانيا كتقول أو كتوقع بأن المدرب توماس توخيل عاوتاني غادي يعاود يعتمد ديك على اللاعب النمساوي كورناد لايمر كأساسي على حساب المغرب النصير في الماتش ديال غدا اللي غادي يكون ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. واللي متبعني مزيارة عارفين بأنني قلت منذ أكثر من أسبوعين بأن اللاعب النمساوي كورناد لايمر كيوجد فيه المدرب توماس قاس حراس باش يلعبو كظهير أيمن، رغم أنه في الأساس كيلعب كوسط ميدان، وبأن الهضرة غادي تكثر عليه مستقبلا و إلى آخره. وفعلا داكشي اللي تحقق من الماتش الأخير ديال باير ليفركوزن فاش لعب لايمر كأساسي. المهم غدا إن شاء الله غادي نشوفو شنو غادي يوقع، واش مزراوي غادي يبدا كأساسي أو النمساوي لايمر، رغم أنه للأمانة لايمر هو الأقرب بناء على المعطيات اللي ذكرناها سابقا. وفي حالة ما فعلا النمساوي هو اللي غادي يبدا الماتش فديك الساعة غادي يكون عندنا كلام آخر مع المدرب توماس قاس حراس. وبمناسبة مباراة القمة اللي غادي تكون بين باير ميونخ ومانشستر يونايتد، فخرج مدرب هذا الأخير اللي هو إريك تن هاغ بتصريح على أمر رابط سفيان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، والتصريح كما كيبان لكم من الموقع الرسمي لنادي الشياطين الحمر، والجميل وهو بارطاجوه باللغة العربية كما كيبان لكم بالواضح. المهم إريك تن هاغ قال بأنه رغم توفر الفريق على لاعب كازيميرو، إلا أنه مع كثرة المباريات غادي نحتاجوا للاعب آخر في نفس المركز، وهنا طبعا أكيد كيقصد لك الدولي المغربي سفيان أمر رابط، واللي قال عليه عاوتاني يمكن يلعب جنبا إلى جنب مع البرازيلي كازيميرو. يعني إلا لاحظتوا هذه ثاني مرة كيقول بأنه يمكن لكازيميرو وسفيان أمر رابط يكونوا متواجدين في نفس التشكيلة. وأيضا تن هاغ قال على أمر رابط أنه لاعب متعدد المراكز بحيث يمكن يلعب كظهير جناح أو ظهير، وهنا القصد ديالو بظهير جناح أي الوينغ باك اللي ما كيكون قدامه لا جناح صريح ولا ظهير من موراه، بحيث كما عارفين الوينغ باك هو اللي كيهاجمو في نفس الوقت كيدافع، بحال تماما ديك الأدوار اللي كان كيديرها زياش حكيم مع المدرب توخيل في أيام تشيلسي، فاش كان المدرب أنذاك كيعتمد على رسم تكتيكي 3-4-2-1. أما بالنسبة للظهير فكاملين عارفين المهام ديالو بالتفصيل بحال حكيمي أشرف مثلا. المهم باختصار كان هذا هو تصريح إريك تن هاغ في حق الدولي المغربي سفيان أمر رابط. ودابا ندوزو عند المجتهد أيوب الكعبي اللي مازال كيستمر في التألق ديالو هذا الموسم منذ انضمامه لنادي أولمبياكوس اليوناني، وهذا المرة مارك به ضد نادي أيك أتينا اللي كيلعب فيه المغربي الآخر نور الدين أمر رابط. وقصة الجول كانت تحديدا في الدقيقة 37، واللي كيقود الهجمة هو اللاعب رقم 7 الرائع كوستاس فورتونيس، وهنا عندنا المغربي ديالنا الكعبي أيوب. فلا زيدنا اللقطة غادي يبان لينا اللاعب اليوناني فورتونيس بهذا المعنى خلط لك النص ديال الفرقة، ثم كيقلب لك اللعب على الطرف الأيمن، وهذا الشيء كامل والكعبي كان في صراع مع المدافعين باش ما يتصيد في مصيدة التسلل. وللأمانة الكعبي ذكي جدا في التحركات ديالو داخل منطقة الجزاء عكس أي لاعب آخر في فريقه، وهذا الشيء راه غادي نشوفوه عمليا ماشي غير بالكلام فقط. فكما كيبان لكم هنا عندنا اللحظة اللي لعب فيها البرتغالي دانيال بوردينسي العرضية، الكعبي حين كان في وضعية سليمة زائد طريقة الوقوف والتايمينغ اللي انطلق فيه مع خروج الباسكار رائع جدا عكس اللاعب رقم 19 جورجيوس ماسوراس اللي كان عايم لك في الأورجو. المهم بعد ما تلعبات العرضية أيوب بسمكة كيحطها في الجول، وبذلك جاب هدف التعادل هدف لهدف، وبهذا النتيجة كانت سالت المباراة. أما التقييم ديالو فكان تحصل على 7.1، ونور الدين أمر رابط فدخل المدرب ماتياس ألميدا خيسوس في الدقيقة 75 وتحصل على تنقيط 7.4. أما الأميري تشاريتسون في الهدف ديالو كان من ضربة خطأ بعد ما تلعبات مقوسة داخل منطقة الجزاء، وهنا المتابعة ولا أروع للدولي المغربي أمير اللي جاب الجول في الدقيقة 19، إلا أن نادي ريمس خسروا في آخر مطاف بهدف لهدف، وأمير كيلعب 60 دقيقة وتحصل على تقييم 7.9 كأحسن تقييم في فريقه، وكتالي تأهل تقييم في المباراة كاملة. أما زميله في الفريق أمين سلامة فكان دخل حتى الدقيقة 77 وتحصل على تقييم 6.5، وفي الجهة المقابلة مع نادي بريس أشرف داري دخل حتى الدقيقة 90، يعني تقريبا نقول صافي سال الماتش. وبهذا كنكونوا صافي وصلنا للختام، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.